ألف مبروك للنادي الأهلي وألف مبروك للعيبة. المدرب كويس جدا، عارف ياخد الماتش، عارف ياخد اللي هو عاوزه. نتيجة جميلة، احنا مبسوطين. الأداء بالنسبة لنا مش مهم، احنا النادي الأهلي بيلعب على البطولة. وألف ألف مبروك لكل الأهلاوية، وألف مبروك للجهاز، وألف مبروك للعيبة. سيمي فاينل مرة 17 دي حاجة إنجاز حلو جدا، وان شاء الله نحجز مكاننا في الفاينل وربنا يسهل. الرساله المفروض بقى ان يعني ندوس على نفسنا شويه الماتشين الجايين دول. يعني الماتش اللي جاي اكيد هنقابل، كل ما نعدي خطوه في البطوله دي الفرقه اللي بعديها اقوى. فالاهلي بقى نلعب بتشيرت الاهلي شويه. كانت خطه بتراعي الارهاق بتاعه اللعيبه وبتراعي التوالي المباريات في الدوري، لكن ان شاء الله ربنا يوفقه. احنا حاولنا نضيق مساحات على قد ما نقدر، وان احنا نستنفذ مجهودهم، وقدرنا الحمد لله بدنيا ان احنا ننتصر يعني. بس ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا في الجايه، لان السوبر طبعا اهم، وده ماتش بطوله. فان شاء الله باذن الله اللعيبه تقدر ان هي تادي بمستوى اللي يجيب النادي الاهلي يعني، وان شاء الله ناخد بطوله. مبروك الحمد لله السعود، لكن الاداء في بعض المشاكل يمكن بسبب ضغوط المباريات المتتاليه. احنا بصراحه بقى لنا فتره طويله ما بين دوري ما بين افريقيا وسفر، وان شاء الله باذن الله هنا اهو ماتش السوبر ان شاء الله الافريقي باذن الله، ويكون من نصيب النادي الاهلي. واللعيبه دي رجاله، وان شاء الله واللي جاي بقى احسن باذن الله. مبروك طبعا للعيبه والمجلس الاداره والجماهير الاهلي كلهم، واتمنى ان شاء الله الماتش الجاي يبقى فيه احسن من كده ان شاء الله. والله بقول لهم الف مبروك، هم كانوا يعني فوق المستوى اللي احنا كنا متوقعينه بكتير بصراحه.